هو فريق موانا في البنين، وتحصل لأول مرة الموسم الفارط على بطولة البنين. هي بطولة ضعيفة وهي بطولة هاوية، ومن أبرز الفرق فريق القروش وكذلك مقاس 90. عملية ثنائية بين درامان تراوري وكذلك الدراجي الأمداد يوسف المساكني، والهدف الأول للترجي. الهدف الأول واضح، ما استناش الترجي وسجل الهدف الأول عبر يوسف المساكني، يستحق التسجيل أيضا بعد مشوار ممتاز في الشان في السودان. فنيات كبيرة من المساكني، ريناه كيفاش بكل برود الدم، كيفاش معناها عمل طلب الكره في الاسباس ما درامان تراوري زاده، معناها باس حلوه، فنيات عاليه معناها بعدها على الجول مركز، والهدف هذا يظهر لي باش يحرر قدام ان شاء الله. صحيح، وننتظر اهداف اخرى ان شاء الله، شبعه من الاهداف كما يقال. يوسف المساكني فنيات كبيره، لاعب واعد وان شاء الله يحترف في اوروبا، لما لا، وبفنيات يعرف سرها بداخل الرجل.